مشاهد من الخيانة وتطورات كبيرة جدا، خيانة لمؤاخذة الحكام العرب. الموضوع اللي وصل تلك الخيانة العربية من الحكام وصل لأن يكون في برنامج على قنوات جيش الاحتلال، البرنامج اسمه نتنياهو رجل العرب، مش عارف ليه ما زموهوش زعيم العرب. جايين بين إسرائيل لمدينות ערב هم أحد הנושאים הסודיים והרגישים ביותר לביטחון הלאומי של ישראל. הם נוהלו באופן אישי על ידי כל ראשי הממשלה בעשורים האחרונים, כולל כמובן בנימין נתניהו. הערב אנחנו מתחילים בפרויקט מיוחד של פרשננו המדיני ברק רביד על המגעים בשנים האחרונות עם אותן מדינות שלא מקיימות יחסים רשמיים עם ישראל. בפרק הראשון חשיפה של סיפור שלא סופר מעולם, היוזמה למסע ומתן ישיר בין ישראל לבין האויבת הגדולה ביותר, הרפובליקה האסלאמית של איראן. נתניהו איש ערב, הפרק הראשון. الحكاية النهاردة وصلت لسودان الثورة، سودان الثورة، الثورة اللي بيقود نتاجها حميدتي وبرهان. الحكاية بدأت ازاي مع السودان؟ بدأت بإعلان نتنياهو عن زيارته لأوغندا. أوغندا النيل والمية وتظبيط الزعماء الأفارقة بيتوافدوا على أوغندا عشان يقابلوا الزعيم رجل العرب نتنياهو. هيا تظبيط للمية وأشياء أخرى، تظبيط للمية وأشياء أخرى. الحكاية مع السودان، إسرائيل والسودان، إسرائيل المزعومة، بدأت بتلك التلميحات. ביקור נוסף באפריקה זה הביקור החמישי שלי כשלוש וחצי שנים. ישראל חוזרת לאפריקה בגדול. אפריקה חזרה כבר לישראל. אלה קשרים שהם חשובים מאוד. בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, עוד יסופר בזה. היום אני נוסע לאוגנדה, אנחנו מחזקים את הקשר עם המדינה הזאת, ואני מקווה שבסוף היום יהיו לנו בשורות טובות מאוד במדינת ישראל. תודה רבה לכם. מה נתניהו סבה עיימה? לכן אול מה בדא ירכב الطיירה, הוא וזוגתו, ورئيس الموساد، رئيس الموساد مش متعود، يوسي كوهين ده مش متعود ان هو يروح مع نتنياهو في الزيارات، لكن لأهمية الزيارة وأهمية المية وأهمية أوغندا وأهمية الزعماء الأفارقة وأهمية السودان التطبيع، يوسي كوهين موجود. كل حاجة النهاردة كانت بختم الموساد، وعلى عينك يا تاجر، لا في الضلمة ولا أي حاجة، على عينك يا تاجر. ونتنياهو بيركب الطيارة سربت مواقع إن عبد الفتاح برهان سيذهب في نفس التوقيت إلى أوغندا. أنت عارف العالم العربي يحكم بالصدف. البرهان في أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو. البرهان وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عنتيبي تزامنا مع زيارة إلى هذا البلد. وأفاد موقع أن زيارة البرهان غير المعلنة تهدف لإجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا الإقليمية المشتركة. بعدين تطور الموضوع وبدأ صحفيين صهاينة يسربوا الخبر شيئا فشيئا، كل ده في السويعات القليلة الفائتة. رئيس الوزراء سيلتقي برئيس المجلس السوداني عبد الفتاح برهان في عنتيبي، واتفق على بدء التعاون الذي سيؤدي للتطبيع بين الدولتين. يعتقد رئيس الوزراء نتنياهو أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي. يريد البرهان مساعدة بلاده على المضي قدما بإزالتها من العزلة ووضعها على الخريطة العالمية. الموضوع مش كده. برهان هقولك، إعلان رسمي من مكتب رئيس حكومة إسرائيل مزعومة أن نتنياهو وعبد الفتاح اجتمعوا النهاردة في أوغندا وتم الاتفاق على التعاون وبداية علاقات بين البلدين. تسأل برهان تقول له مين علمك انه انك تشيل العزله وانك تبقى بتاع لا بلا 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 ده عن طريق اسرائيل؟ قال لك حكام العرب اللي سبقوني، ده الدرس الاولاني اللي بياخده الحكم العربي وهو في المنخل وهم بيعملوا له السبوع. لن تستطيع البقاء في كرسيك يوم واحد واسرائيل مش راضيه عنك. الزعماء اللي بيجوا مش بالانتخاب،
الزعماء اللي بيفرضوا على شعوبهم بالدبابة وبالسلاح وبالسيف. من الحاجات المحزنة في الموضوع ان السودان اللي حصل فيه ثورة شعبية ليها كل التحية وكل من قام بها، هذه الثورة واللي خرجت وتحركت واستمرت بدماء الشعب السوداني، بيداس دلوقتي على رأي الشعب بالمركوب، ولا كأن ثورة قامت ولا كأن شعب خرج. الشعب السوداني اللي اتقتل على ايد جيش الاحتلال واللي عنده تاريخ لا يمكن اغفاله في رفض الاحتلال ورفض اسرائيل المزعومة، الحكومة اللي بتسمي نفسها مع كل اسف حكومة الثورة، تدهس على رأي ومشاعر هذا الشعب وتتنازل عن حق الرد. قال لك احنا بنحتفظ بحق الرد، وتتنازل عن حق من استشهد من الشعب السوداني على ايد غارات جيش الاحتلال، حيث قيل حينها نحتفظ بحق الرد. قصف المصنع وتدمير لبعض المنشآت فيه، وهذا الهجوم القاشم قد أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين، ولكننا في ذات الوقت نحتفظ بحقنا في الرد في المكان والزمان الذي نختاره، لأن هذا الاستهداف الذي تكرر يدل على قطرسة ويدل على استهجان واستهوان لكل الأعراف الدولية المرعية، وهذا هو دأب الكيان الصهيوني في كل ما يقوم به، والشواهد على ذلك كثيرة التي حدثت في شتى البلدان. قصف دلوقتي الحكومة الانتقالية الثورية واللي بيقودها العسكر برهان، قلنا ساعتها بكل أدب بكل أدب يا جماعة حكومة انتقالية ايه اللي بيقودها برهان وحميدتي، لأيديهم ملطخة بدماءكم لسه ما برديتش، اللي حقيقة ما خرجوش الا ناحية السعودية والإمارات. ايه الحكومة الانتقالية اللي بيقودها العسكر دي؟ وادي الحكومة بتدوس بمنتهى الخسة على رأي ومشاعر الشعب السوداني. لا أحد يستطيع إنكار تاريخ هذا الشعب في مقاومة الاحتلال ورفضه، دي لمحة، مجرد لمحة من تاريخ شعب عظيم هو الشعب السوداني، والعظمة لله وحده. السودان والكيان الصهيوني وعداء سنوات طوال. في 14 من مايو أيار عام 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل بعد ساعات من إلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين. وعندما أعلنت الدول العربية الحرب على إسرائيل، شاركت السودان من خلال متطوعين يقودهم ضابط من قوى الدفاع السودان يدعى زاهر السادات، وقد تمركزت هذه القوات في غلاف غزة وتحديدا في منطقة بيت دراس، وقد أبلت هذه القوات بلاء حسنا في الحرب وكادت تحقق انتصارا على الجيش الصهيوني. في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي تزايدت أصوات السودانيين المطالبين بالوحدة مع مصر والانضمام للجامعة العربية، وهو ما تنبهت إليه إسرائيل التي قررت التدخل. لكن حكومة إسماعيل الأزهرية أظهرت عداءها لإسرائيل وصدمتهم عندما أعلنت السودان انضمامها لجامعة الدول العربية بعد الاستقلال. وفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، وقد تسبب هذا العدوان في حالة من التعاطف العارم مع القاهرة في الخرطوم. البرلمان السوداني أصدر قانونا شديد الصرامة يسمى بقانون مقاطعة إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت اعتبرت مسألة التعامل مع إسرائيل ترقى للخيانة، خصوصا أن السودان مع الوقت أصبح يجد أدلة دامغة على انخراط إسرائيل في دعم التمرد. وخلال عهد الرئيس الراحل جعفر النميري انخرطت القوات السودانية في مصر في حروبها ضد إسرائيل،
حربي الاستنزاف والعبور عام 1973، رفع الانقلاب العسكري السوداني الذي تم في يونيو حزيران عام 1989 رفع شعارات العداء لإسرائيل، ووثق السودان العلاقات مع أشد أعداء إسرائيل وهو النظام الإيراني ونظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو ما جعله في قائمة أشد أعداء إسرائيل. في يوم 22 من أغسطس آب عام 1998 كانت أول ضربة عسكرية تعرض لها السودان، حيث قصفت أمريكا مصنع الشفاء للأدوية بزعم أنه ينتج أسلحة كيميائية. وفي بداية عام 2009 قصف سلاح الجو الإسرائيلي قافلة سيارات قالت مصادر مقربة من إسرائيل إنها كانت تحمل أسلحة لقطاع غزة. وفي إبريل نيسان عام 2011 قصف الطيران الإسرائيلي سيارة قرب مطار بورت سودان على ساحل البحر الأحمر، مما تسبب في مقتل سودانيين كان فيها. كما اتهم السودان إسرائيل بشن هجوم في أكتوبر تشرين الأول عام 2012 على مجمع اليرموك للتصنيع الحربي جنوبي العاصمة الخرطوم. وفي عام 2015 ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل شنت غارات جوية صباح يوم 6 مايو أيار على منطقة تحتوي على مصنع صفات للطيران شمالي غرب مدينة أم درمان، وأن المضادات الأرضية أسقطت طائرة بدون طيار إسرائيلي. وأتت الغارات الإسرائيلية على شرق السودان في سياق الوضع الناشئ بعد حرب غزة في أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 الذي تميز بإطلاق إسرائيل يدها لتقتال من تراهم أعداء لها في أي مكان وزمان دون اعتبار لسيادة الدول. لا يمكن، أنا مش مقتنع إطلاقا إن الحكومة بتاعت حمدوك حقيقة تجرؤ إنها تكون شريكة في هذا المشهد المهين للأم، المهين للسودان، المهين للثورة اللي جابتهم. لا يمكن يكونوا شركاء في هذا المشهد، يعني صعب جدا. يعني تجيبكم شعب اتدبح في رمضان، مش كان رمضان برضو يا جماعة ولا ليلة العيد المذبحة اللي قدام اللي اتعملت قدام اسمها ايه المنطقة صباح العيد قدام اسمها كانت اسمها ايه الهيئة القيادة العامة، اشكرك عبد الرحمن، القيادة العامة، واللي اتلعب عليه كل الألعاب والقصص ولم تصل الدماء في هذا اليوم فقط. فانتوا مش ممكن تكونوا في هذا المشهد. برهان وحميدتي لا يمثلوا الثورة، إنما هما دلوقتي بيمثلوكوا، ماشي؟ برهان وحميدتي أنا وإنت والسودانيين والتشاديين والليبيين وأي إين عارف إن هما لا يمثلوا الثورة، وإن هما هي جزء من عسكر بكل حياة جمالهم اللي هم نتاج هذا المرحلة في الوطن العربي كله. حميدة اللي قواته يعني بقول لك بالدم إيديها ما نشفتش من الدم. لا يمكن يكون حمدوك ورجاله والثورة وتجمع المهنيين وعموم الشعب السوداني موافق على هذا المشهد. لا يمكن يكون مقبول من الشعب السوداني ولا عموم هذا الشعب ولا تلك الثورة ولا اللي قاموا بيها ولا اللي تعاطفوا معاها ولا اللي حسوا من ناحيتها بنوع من الامتنان. لا يمكن ولا يمكن الحكومة اللي جايبها الثورة كده. أنا بدعو الشعب السوداني الرفض ده فورا وبكل الأشكال. الخارجية نفت كذبا السودانية ورجعت قالت ده تم من ورا ظهرنا. يعني بدعوا الشعب يبعت الناس دلوقتي قبل ما ينزلوا الشوارع، ابعتوا لنا السودانيين قولوا لنا انتم موافقين على اللي بتقوله الصحفيه، موافقين على برهان بيمثلكم برهان، ايه رايكم في هذا اللقاء اللي رايح فيه برهان في الضلمه
رئيس المجلس السيادي